يلي بيعمل فحص الكورونا اليوم وبيطلع سلبي ممكن بعد يومين او ثلاثه يرجع يبين ايجابي؟ اللي بيعمل فحص الكورونا اليوم عنده عوارض او بلا عوارض؟ ما عوارض. ما عوارض طلع نيجاتيف، ما دول ترجع عيده حيبقى نيجاتيف، ما بيرجع بيطلع بوزيتيف. ما بيرجع بوزيتيف. بس اذا ما عنده عوارض، اذا ما عنده ما رح يعمل تيست. ممكن ما يبين ولا عارض ويكون الشخص حامل فيروس. ايه في هون في شغلتين، في بسموها فتره الحضانه. يعني انا لقيت الفيروس بس بعد ما عملت المرض، وفي اوقات من القطع ما بنعمل عوارض قويه، يمكن نتفه حراره ما بتمرق او وجع راس وبتروح. بهالشغلتين الاثنين بيعدوا. فتره الحضانه كان بالاول يقولوا لا لازم يكون في رشح ومخاط لنقدر نبعت الفيروس. بس تبين هلا حاليا انه بيقدر يعدي بفتره الحضانه مع لو فيروس اقل من ما يكون عنده سيمبتومز، عنده عوارض بس بيقدر يبعتها. واللي عنده حامل المرض بس بلا عوارض بيقدر ينشر الفيروس للكل، هو ما بوشي. وكيف بيعرف هيك حالة؟ ما بعدك عم بتقول انه هيدا بيعدي بالريق. ما هو مش مريض. اذا ما عنده عوارض وعنده الفيروس، هو مريض بس ما عنده سيمبتوم. هو مريض بس ما عنده عوارض، ما عنده سيمبتوم. ايه ما عم بيتف يعني. بلا بيتف. حيالله يعني اللي عم تحكي نو ما عنده عوارض كرشح وسعله بس موجود بالريق تبعه. اوكي. طب حكيم بس سؤال، اذا حدا صار معه اذا انصاب بالكورونا فيروس وصح منه، معقول يرجع يلقطه مره ثانيه؟ هون كمان كان كثير ناس مختلفين عليها، بس هلا اخر شيء تبين انه اللي بيعمل جسمك بيخلق انتيدوت للفيروس. اللي بيعمل الفيروس الموجود هلا بصح منه، هو ذاته ما بقى يرجع يلقطه. بس هن خايفين من هالفيروس اللي عنده قدره يعمل ميوتيشن سريعه طور حاله، يجي يلقط زيت الفيروس مع ميوتيشن ما بقى عنده مناعه ضده، بيجي يلقطها مره ثانيه. يعني الكوفيد 19 ممكن يصير كوفيد 20 او غير اسمه، غير فيروس بصير غير بصير اكس مثل حكيم. مزبوط انه بلبنان بس في 500 جهاز تنفس اصطناعي لمساعده يلي عندهم مشاكل بالرويه؟ هلا ما حدا عنده العدد المزبوط، بس اكيد ما بيتعدوا ال 500. وبفتكر ما في بلد بالعالم يكون كثره الناس اللي عايزين او انصابوا بيقدر بيلحق من المكانات اللي عنده. هن بده يزيدوا قديه العلاج، قديه علاج كل شخص مصاب بحاجه لمكنه اكسجين؟ بدك تحكي 1 أو 2%. هلا من اللي بيصاب مكنه الاكسجين ومكنه التنفس حسب الاعمار. يعني في فرق بين مكنه الاكسجين العاديه ومكنه التنفس الاصطناعي او البيباب او اللي هو. هلا هن بينقسموا ثلاثه، في الاكسجين العادي مع العلاج اكيد، ما هو في علاج، في علاج خصوصي. هولي ما بيتخطوا ال 500؟ ما عايزين، هدول ما عايزين شيء اكسجين، بيحط 1000 ما عندنا مشكله. لانه قرينا انه في 500 مكنه وللاسف في بس 100 منهم شغالين، الباقي بدهم كمان قطع وسبير بارت. هدول بيتدبروا، مش مشكله قطع سبير، بس انه عم بحكي كيعوج تنفس اصطناعي عاده حسب العدد. اذا عندك مليون ما حيلحق، عندك 1000 بيلحق، عندك 10000 بننزل. يعني من ال1000 قد ايه نسبه 2% يعوزوا فنتيلاتور؟ من الناس اللي بيكونوا تعبانين، يعني عندك 80% 90% بيصحوا بلا مشاكل، 10% بيعملوا سيفير ديزيز، من هال 10% 2% بيعوزوا ريسبيريتور. دكتور طلع عم يطلع كثير اخبار او اشاعات من الاشياء انه اذا الحراره ارتفعت، وكثار عم بيقولوا قربنا على فصل الصيف، بيقتل الفيروس، صح او غلط؟ هون كمان مش كثير مزبوطه، انه الفيروس رح يبقى بالصيف اكيد، بس الانتشار تبعه بصير ابطا، لانه الفيروس ما بقى يعيش كثير برات او بالجو او على الطاولات حسب الحراره، ما بيضاين كثير، بس بيضل ينتقل من انسان لانسان، بس نسبه الانتشار بتخف كثير. هو الحراره بتاثر عليه او الرطوبه الاوميديتي؟ هي الرطوبه بتعيشه اكثر. طب دكتور صياد، كيف من اول جهاز المناعه عنه؟ يعني في كثير ناس اليوم قالوا الفيتامين دي والدي 3 او يلي عمل الفاكسان تبع الفلو العادي باول جهاز المناعه تبعه، هل هالشيء مزبوط ولا لا؟ خطا، لانه ما في شيء باول مناعه، لازم تكون صحتك منيحه بتاكل صحي هاي المناعه. والفيتامينز بالاي في اللي بناخذهم هدول كل الفيتامينز اللي بعتهم، الفيتامين سي والاوميجا 3 والزنك واللي بدك، ما تركوا بالسوق ولا شيء اسمه فيتامين اخذوهم، ما بيقدم ولا بياخر بالمناعه. بقى المناعه الانسان هي موجوده فيه، قد هو صحيا منيح، قد اكله صحي، هيدي المناعه. اذا اليوم في حدا على هالطاوله معه فيروس الكورونا، قد ممكن ننعدي منه؟ لو غسلنا ايدينا وما دقينا بوجنا ورجعنا على البيت وتحممنا، ممكن ننعدي؟ هلا هون نحن بنعدي بعض. بس كيف؟ حتى لو ما دقينا ببعض ما عم نحكي، ما عم نحكي فيه، ما قال هو بالسليب انه هون معرضين. صوب الهواء مش بس الايدين والسلام وال طيب يلي بيشرب الكول بيقتل الفيروس؟ هيدي لا قالوا هي طلعت بالاول العرق وكذا، قالوا بيرجع لسجلتك عم بتقول اذا واحد ما عنده المرض
وعمل او ما معاني عوارض وعمل التست طلع سلبي، بس اذا حدا معه بالبيت دجا معه كورونا وهو بعد ما بلش عوارض، هذا السؤال مهم. هلا هو بعد ما بلش عوارض وعمل تست وطلع نيجاتيف، مزبوط، هذا ممكن يرجع يطلع بوزيتيف. السؤال كثير مهم، اللي جاي من بلد في كورونا كثير واللي جاي من بيت او شخص بقلب البيت منصاب بوزيتيف بالكورونا، هذا الشخص بنعمل له فحص، اذا طلع نيجاتيف يعاد يرجع بعد 3 ايام، اذا بعد 3 ايام طلع نيجاتيف بكون سليم، صار بوزيتيف كان بلش الانكوبيشن تايم يعني فتره الحضانه. دكتور بس دكتور بس مين واي بده ينحط 14 يوم بال السؤال اللي بيطرح حاله، الفلو او الرشح اللي نحن بنقول بيير مرشح او رولا مرشح، الله يقدر خيي بيفوت طول علي زلمه وبيفوت على مكتب مثلا عم بيعطس وعم بيسعل ببوس الكل وبيعبط الكل وكنا ناخذها طبيعيه. طب اليوم الفلو بيموت 500,000 شخص كل سنة، ليش في هالهلع العالمي من كورونا فيروس اللي هو أقل من الفلو؟ مزبوط 100%، هو الفلو بينتشر أبطأ من هيدا، أصعب تحول تبعت الفلو هي شخص ونص أكثر هنيك شخصين أو ثلاثة. تاني شيء الفلو كيف بدي أقول لك أنه عوارضه أقوى وبيقتل أكثر من الكورونا، يعني الرشح اللي كنا نرشحه سنة الماضي بيقتلنا أكثر من الكورونا. اللي مرقناه هالسنة بكل الشتوية كان عنا إنفلونزا بي وبعدين أجا الأي الـ H1N1، مزبوط، بفتكر هذا أخطر بكتير من الكورونا اللي احنا بنمرق فيه هلأ. بس الشغلة الوحيدة اللي بتفرق بين هالاثنين هي الترانسميشن اللي بتعد كتير، وهالترانسميشن بتقدر تسبب خطورة لأنه العدد بس يصير كتير بصير ما تلحق العلاج، وصير الناس اللي فيك تعملهم يعني ما تلحق لهم. دكتور عم يعني بعد عندي 5 دقايق بدي اجرب اطرح اكبر عدد من من, من الاسئله. جيس رح اعطيك السؤال، بس قبل في كثير ناس خايفه هلا من الاكل من الدليفري، بيقول لك اذا حدا عطس فوق الاكل ومعه كورونا ونحن اكلنا الاكلات بنصاب ايه ولا لا؟ خطا، ما بتنصاب، ما بتنصاب، كل شيء بفوت على المعده الفيروس بيموت بالمعده، بده يفوت على عاصمه الهواء. دكتور اليوم حكينا عن نسبه وفيات قليله بالعالم، هلا اليوم بلبنان نحن يمكن مش متقدمين قد الصين وقد يوروب وقد امريكا، هل معقول نسبه الوفيات تكون بلبنان اعلى؟ وبيير بعرف اعطيتني سؤال ثاني وكثير مهم، الاشخاص يلي بيعانوا من امراض مزمنه، يعني اليوم كلنا يمكن بالبيوت عنا عالم بتعاني من مرض، هل هالعالم عليهم خطر لما بده يروحوا يقوموا بعلاجهم بقلب المستشفيات العاديه؟ اذا رايح يعمل كيموثيرابي او شيء، او مثلا اللي بيغسلوا كلاوي وعم بيروحوا على المستشفى، هالعالم لازم يخافوا اكثر على حالهم نتفادى المستشفيات؟ اول شيء نحن طبيا اقوى من غيرنا. أوكي. ما تستخف فينا، لا مش مستخف، بس نحن امكانياتنا ضئيله، يعني يمكن ننقطع من الدواء لانه ما عندنا، اذا ما اعطونا ما فينا نجيب، وخاصه بهالوضع الاقتصادي لانه في نقص. في فرنسا بعتت مساعدات، الصين عم تبعث مساعدات، اذا ما اذا وقفوا عنا انكسرنا، بس طبيا نحن قد الحمله. اوكي، العلاج المزمن المريض المزمن عم يروح على المستشفى لياخذ علاجه، كل المستشفيات سكروا بوابها، بيستقبلوا من باب واحد، وكل اللي بفوتوا على المستشفى اندر كنترول، حتى انا بس فوت بيعمل لي كنترول، بدي كارت لاقدر فوت، اللي ما اعطوني اياها بيعطوها بس على الباب هو بيفتح. حلو. وهو بيسكر، حصروها عم يشتغلوا مزبوط بالمستشفيات، بس بعد عم بحكي برات المستشفيات اخطر بكثير من مستشفى محل بتقدر تسيطر عليه. هل الانتيبيوتيك بيفيد اذا واحد بلش فيه دغري مع العوار؟ حكيم، المصاب بالكورونا فيروس اليوم بينزل على مستشفى رفيق الحريري، شو بيعملوا له؟ كيف يتم العلاج؟ حسب الدرجة اللي عنده اياها، إذا مايلد شيء خفيف منه كثير تعبان بحطوه بس بأوضة عزل. شو بيعطوه أدوية؟ ماشي، بانادول بس باشطوا الحرارة سبورتيف ميديسين، يعني إذا ما هو حرارة تنزل الحرارة 100%. كان مور سيفير بحطوه بده أكسجين، عنده ضيقة نفس بيساعدوه، كان فيري سيفير في أدوية في ادويه للانتي فايرال، في عندك بيعطوه اوقات كورتيزون لقصه الروايه، في ادويه انتي فايرال بينت اليوم انه قدرت تقضي على المرض، يعني في دواء عم يجربوه الانتي فايرال يوقفوا الريبليكيشن تبع الفيروس لحتى ما يقوى على الجسم، بعده انتر ستادي بس عم يعطوه، وفي النيفاكين الكلوروكين اللي عم يقولوا انه عم تعطي نتيجه منيحه خاصه عند الامراض عند المرضى التعبانين. ليش بيقولوا لازم نضل نشرب مي وسوائل ما لازم الحنجره تضل منشفه؟ لانه هن مفتكرين اذا اجى فيروس على تمك بتبلعه بالمعده بتقتله بتشرب مي، بس هو خطا. غلط؟ خطا. غلط. اوكي. بس يشفى المريض من الكورونا ما بيرجع بيلقطوا الجسم، هذا قلنا لك. والاكل، الاكل الني خاصه السمك اللي بيجي، السوشي اللي بيجي من البلدان الاسيويه، في كثير ناس خافت ووقفت ما بيقصر، ما بيعيش فيه. كل سمك ني بيعيش على تيبه على المناشف الفيروس؟ لا شوي. وين بيعيش؟ محلات السوليد، سوليد الجامده، الطاوله، مسكه باب، حديد. لمده
ماكسيموم 12 ساعه. بيقولوا على المصاري كمان، على المصاري شيء سوليد. ايه بس حتى المصاري دو... كثير للدوله، مشكوك بامرها. في ناس مصاري. في ناس عم تغسل المصريات قبل ما تستعملها. في ناس عم بتغسل المصاري. ايه من زمان كبير عم يشتغل عليها. طبيب اموال روني سياد، ثانك يو سو ماتش، شكرا كثير لك، شكرا كثير لكل هالمعلومات. بتخيل كل العالم اليوم بحاجه كانت تسمع هول المعلومات، بحاجه كمان يكون في توعيه مهمه اليوم بلبنان. بانيك عم نعمل زيادة عن زوم، ولا البانيك منيحه حتى ناخذ الوقايه؟ فيني اختمها بجمله واحده؟ تفضل. البانيك بتضر ما بتفيد، كثره الوسواس بتضر ما بتفيد، لازم يكون لحد منطق. الوقايه غسيل الايدين قد ما فينا نغسل غسل. الماسك، الماسك للي منه مريض ما بفيد شيء، يمشي على الطريق مع ماسك ما بيقدم ولا بأخر. المريض بليز ساخن يحط الماسك. بس حكيم سوري، ليش عم بتقول يعني اليوم قلت اذا ضلي قاعده حدي وضلي مع كورونا فيروس انت بتلقطه، بس اذا حاطط ماسك ما بتلقطه؟ بلا، لانه اذا حطيت الماسك ما دقيت الطاوله دقت فيها، بدي ظبط الماسك او بدي شيله، حطيت الفيروس على وجهي اخذته. بس حكيم، او حفركات عيني اخذته. بس بهالطريقه يعني عن جد كلنا رح يصير بالاخر عنا الكورونا. لازم المريض يحط ماسك لحتى ما يبعث الفيروس لبرا. سبيرتو عم بيسالوا الناس، سبيرتو بتطهر يعني بتقتل، بتقتل الفيروس. 70%. الصابون العادي بيقتل ولا لازم يكون فيه كمان؟ الصابون العادي بيقتل وما بيضل الفيروس على الصابون. السانيتايزر منيح بيقتل، بس لازم على طول بس تستعملوا هدول، نرجع نغسل ايدينا من وقت لوقت بالصابون والمي، مش على طول نهاية. لانه اذا في محل ما في صابون ومي بتستعمل بتطلع البيت بدك تغسلي احسن شيء. اذا انا عم بعمل انترفيو مع حدا انه هو عنده كورونا وحكى على الميكرو وانا رجعت قربته عندي، مبروك عليكي. مبروك. هيدا اللي بده يغني على الميكرو. مش يغني، انا مراسله ما عم غني. طيب بس اخر سؤال، قد ايه بتقول بعد راح نعيش بالكورونا فيروس؟ قد ايش بلبنان بعد حنعيش هالعدد؟ هلا اذا اللبنانيه انه لازم نعمل شيء مثل غير بلاد العالم، بالسعوديه بايطاليا بالصين سكروا البلد ام وابوه لحتى ما حدا يفوت ولا يطلع، وكلهم بيقوا بيوتهم شهر. اذا بنقدر نعمل بلبنان هالطريقه بلس الوقايه اللي عم نعملها للاشخاص اللي بيروحوا على الصيدلي يجيبوا دواء، ينزلوا يشتروا خبز، غسيل الايدين وينتبهوا ما يقربوا على شخص اكثر من مترين اذا كان مرشح وساخن ما يشوفوه بالمره، نقدر نوقفها. وين نبرع على الطريق ونكزدر ونعطس بوش بعضنا ونبوس بعض، رح تمد، ما رح توقف، ما رح توقف. اذا قعدنا البيت شهر وين من ارجل؟ هيدي الارجيله بتبعتها زياده. حكيم، المره اللي بتحكي كثير وبتنق كثير ممكن تكون معرضه اكثر من الكورونا. شفتي دكتور؟ بس بليز بنعرف في كثير ناس بلبنان تارجل، اشرح عمول معروف اذا الارجيله عن جد بتنقله لو النربيش بلاستيك. مش قصه بلاستيك، ما هو ديجا عم ينفخها على الهواء، يعني خطيره الارجيله كثير. وجاب يشيلهم كلهم، يعني عم يبعث يلا كميات عجينة بالدخنة اللي بتطلع يمين بيكون. بس عندي بعد سؤال، اليوم في عنا كتير عالم بيروحوا على الشغل ونحن موجودين كلنا بأشغالنا ومنحطين بالزملاء تبعنا. هلأ سمعنا بغير بلدان عم بيعملوا work from home أو عم بيروحوا مداورة على الشغل، يعني اليوم لما بنحكي عن العزل بتم توقيف كل هالشركات، العالم اللي عم بتروح اليوم على شغلها لازم تكون concerned؟ يعني فيها بقلب الشركات تسمع لازم يوقفوا لنا شغل، ما عم بيوقفوا لنا، كيف شو الوضع؟ يعني اليوم نحن الاجراءات اللي اخذناها هون، تعقيم المبنى كل يوم بالليل بتجي الشركه بتعقيم المبنى، صار في هنجر مجبور كل واحد يغسل ايديه، بياخذ الحراره ومنعقم الاسانسيرات، هول المجرز بفيدوا 100%. وما في ناس 100%. يعني في واجب على الشركات اليوم كمان لازم بتطبيق يمكن قصص معينه، مثل ما ذكر بيير عم بيتم اليوم تطبيق قصص معينه بالام تي في، لازم يكون في مسؤوليه على الشركات لحمايه الموظفين 100%. هلا اللي بالشغل بينعمل بالبيت بينعمل بالبيت، واللي بيروح على شغله مره او مرتين بالجمعه يظبط شيء على الارض يكون عدد الموظفين 50-50. السؤال الاخير لكل الاشخاص اللي بيسافروا بالطياره، اذا شخص معه كورونا فيروس بسيستم التهوئه تبع الطياره هل بينقل الفيروس؟ يعني اللي قاعد قدام بينقل له فيروس للي قاعد ورا؟ لا، رجعنا قلنا انه هي دروبلت، هي السكريسيون بتطلع بدها تغط على الارض، السيستم الايرسون ما بيبرمها بالطياره، يعني اللي قاعد معه بالطياره كورونا بده ينشر على الكراسي كلها لانه دقدق، واللي حده بده يعديهم اللي قاعدين حده، بس هيدا هو. بس لتمرم بالطياره كلها يحول، اجت الطياره فيها واحد كورونا، كم واحد كان منعدي؟ دكتور روني صياد شكرا كثير لك، شكرا كثير لكل هالمعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم، كنا كلنا بحاجه لهالشيء. ستي سيف، هيدا اهم شيء. شو بدك منا دكتور؟ شو بدك منا؟ كورونا.